الحمام الكبير للعم الصغير. حان وقت يوم آخر للعب مع أفضل صديق العم الصغير. رائع المتنزه. شكرا لأنك أمسكت بي. هل تريد تجربة الدجاج مع الصلصة؟ أنت تبدو مثل رجل الشواء. تناول الطعام. أوه، انتظرني كراكي، علي أن أربط حذائي. هيا أيها العم الصغير، علينا أن نلحق بكراك. وقت يوم آخر للعب مع أفضلي وأنعمي صديق العام.